أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة على شاشة قناة النيل الأخبار، والتي نخصصها لتحليل المشهد العالمي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ففوز دونالد ترامب بالرئاسة الجديدة في الولايات المتحدة أوجدت حالة من الترقب فيما ستسفر عنه الأيام القادمة، خاصة في ظل تصريحات ترامب حول عدد من الملفات، ومنها وعوده بإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وعلاقته بالصين والاتحاد الأوروبي، والموقف من المؤسسات والمنظمات الدولية التي انسحب من بعضها خلال فترة ولايته الأولى. والسؤال الذي يمكن أن نطرحه على ضيفنا الأستاذ محمد خيال، مدير تحرير جريدة الشروق والباحث بالمركز الوطني للدراسات: من هم الرابحون ومن هم الخاسرون من فوز ترامب؟ أهلا بحضرتك أستاذ أهلاً محمد. اسمح لنا نناقش هذا التساؤل الكبير والمهم، لأنه ملفات كثيرة، منها من سيربح ومنها من سيخسر بقدوم ترامب إلى الحكم بعد هذا التقرير. ولاية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعود إلى المكتب البيضاوي بوصفه الرئيس 47 للولايات المتحدة في ظل توترات متصاعدة بالشرق الأوسط، مع تجاوز الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الأول وفتح جبهة جديدة في لبنان وتصعيد وشيك بين إسرائيل وإيران، تزداد التساؤلات حول الدور الفعال الذي سيلعبه ترامب لتغيير الواقع. ترامب طالب إسرائيل بإنهاء الحرب سريعا، وفي تصريحات سابقة لشبكة CNN قال إنه شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي على إنهاء الحرب على غزة، ولكن عليه أن ينتصر. وقبل أيام من انتخابه صرح بأن الوقت قد حان لإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني، وأكد أنه سيحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع المجتمع اللبناني. أما فيما يتعلق بإيران، أوضح الرئيس الأمريكي 47 دونالد ترامب أنه سيعود إلى سياسة الضغط الأقصى على طهران. في رئاسته الأولى للولايات المتحدة انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد العقوبات المفروضة على طهران، وأكد ترامب أن هذا النهج وضع قيودا اقتصادية على إيران وقلص من قدراتها التمويلية. وكالة بلومبرج من جانبها أفادت بأن إسرائيل ترى أن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية بمثابة إطلاق ليدها للمضي قدما في حربيها على لبنان وغزة، وربما تأمل في توجيه الضربات التي تهدف إلى تعطيل برنامج إيران النووي. من جهتها أشارت واشنطن بوست إلى أن فوز ترامب قد يزيد إسرائيل جرأة على توسيع حرب الشرق الأوسط، وذلك في ظل الدعم السابق الذي قدمه ترامب لتل أبيب مع نقله السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف بمرتفعات الجولان المحتلة كجزء من إسرائيل. في غضون ذلك تعهد ترامب أيضا بإنهاء الصراع الروسي الأوكراني في وقت وجيز، بينما تتزايد المخاوف من وعده بتقليص دعم الولايات المتحدة لحلف الناتو وفرض رسوم جمركية على الواردات بشكل عام منها الأوروبية بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20%، ما يشير برياح معاكسة أطلسي خلال الفترة القادمة. عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تأتي هذه المرة في ظل حروب وأوضاع دولية متأججة، فهل ينجح في إنهاء الحروب أم سيشعلها؟ أهلا بكم من جديد. إذن أستاذ محمد، كما هو عنوان هذه التغطية، من هم الرابحون ومن هم الخاسرون؟ نبدأ بس بإشارة إلى جملة قالها ترامب بعد فوزه، أنه هذه المرحلة هي بداية لمرحلة جديدة، وفيها وضع حدود لحروب ما كانت لتندلع إذا كان ترامب في السلطة بالأساس. انطلاقا من هذه المقولة، من هم الخاسرون ومن هم الرابحون؟ يعني علشان نجاوب على السؤال ده احنا محتاجين، هيبقى عندنا ثلاث مستويات. عندنا مبتهجين بفوز ترامب، وعندنا متوجسين لسه بيستطلعوا الموقف، وعندنا يعني خاسرين يعني بفوز ترامب. القطاع الاول هم عندنا اثنين طبعا، بوتين الرئيس الروسي ونتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي. بسبب مواقف ترامب من كل واحد فيهم، ترامب اعلن بشكل واضح قبل الانتخابات انه هيوقف الحرب الروسيه الاوكرانيه تحت اي يعني باي شكل من الاشكال، فده بيصب في خانه بوتين، فمفهوم خلاص. ترامب طبعا نظرا نتنياهو نظرا للعلاقه الوطيده بين الاثنين، و
مواقف ترامب في الولاية الأولى اللي كانت منحازة بشكل فج ومتسارع لصالح إسرائيل. المتوجسين عندنا أوروبا بشكل عام، يعني احنا شفنا النهاردة تصريح لماكرون بيقول أنه على أوروبا أن هي تعيد النظر في فكرة تفويض أمريكا في أمنها، يعني أن هي وتبتدي تستعد. الناتو ترامب منتظرين يشوفوا هل هيفي بالكلام اللي قاله خلال الحملة الانتخابية ولا لا، أن هو قد ينسحب من الناتو ويضع أوروبا بشكل عام في مأزق كبير أمام روسيا. والخاسرين يعني زيلينسكي الرئيس الأوكراني اللي بيندب حظه طبعا بفوز ترامب نظرا للتداعيات اللي هتعود على ملف. طيب حضرتك لم تتحدث عن إيران والصين، احنا هنا بنجمل الملفات وسنأتي لكل منها بالتفصيل صحيح. لكن الصين وإيران أين موقفهم من الحزبين؟ الصين وإيران هو نفسه قال يعني بيتكلم على فكرة لما سئل خلال الحملة الانتخابية على فكرة استخدام القوى العسكرية لدعم تايوان أو لمنع حصار تايوان من جانب الصين، قال إنه ده مش هيحصل لأنه الرئيس الصيني صديقي ويحترمني ويعلم أني، يعني هو بيتكلم بلغة الإشارات، هو بيقول إن أنا إذا أقدمت الصين على هذا فهزود الضرائب على أو الجمارك على السلع الصينية الواردة لأمريكا، ده قد يوجع طبعا هو عارف ان ده يوجع الاقتصاد الصيني، فهو بيتعامل من منطق، فاظن الصينيين فاهمينه جيدا فهيقدروا يتعاطوا مع الملف ده. ايران طبعا علاقته بايران هتبقى يعني الفتره اللي جايه هتقرر شكلها عامل ازاي، بس في النهايه ايران قد تتضرر بالطبع من قدوم ترامب قد تجبر على اتفاق نووي تحت وطأة الضغوط الاقتصاديه وفرض مزيد من العقوبات عليه. طيب حضرتك بدأت بالفائزين وهم نتنياهو وبوتين، لكن صحيح. نبدأ بنتنياهو لأنه متعلق طبعا علاقته بترامب بالملف الأبرز لدينا في الشرق الأوسط، الحرب على غزة والحرب على لبنان. طبعا قيل أنه في الفترة ترشح ترامب قبل الفوز بالانتخابات أنه ليس الوضع كما يبدو للجميع بأنه ترامب سيعطي الضوء الأخضر لنتنياهو، سيكون كل شيء مشروط، بل ربما سيكون لديه القدرة على التحكم في توجهات إسرائيل أكثر من بايدن. أنت كيف تقيم هذه العلاقة وترى كيف يتعامل معها بايدن؟ إحنا هو يعني توصيف العالم لترامب ايه او قاده العالم لترامب انه رجل غير متوقع، يعني قراراته غير متوقعه، ردود افعاله غير متوقعه، بس نقدر نقول انه في اطار مجموعه من المحددات نبقى فاهمين شويه هيبقى شكل تصرفاته ايه خلال الفتره اللي جايه. مجموعه المحددات دي ترامب شعاره اللي كان رفعه امريكا اولا هو بيعيد صياغه او تشكيل الشرق الاوسط وفقا للمصالح الامريكيه. المصالح الامريكيه دي فيها تقاطعات كتيره جدا، يعني البعض قال انه سيطلق العنان لصالح نتنياهو لانهاء ملف غزه ومنحه اراضي غزه ومنحه اراضي الضفه وكذا، ولكن ده يتقاطع مع الصراع الاستراتيجي الخاص مع الصين. ما هو في تقاطعات، احنا الصين بتتبنى او دعم أطراف في المنطقة، ففي حالة إطلاق العنان لنتنياهو هل هيكون في رد فعل صيني ولا لا؟ ده أمر محتاج أنه يتم إعادة النظر فيه. الخليج هو طول الوقت يعني بينظر للخليج على أنه البقرة الحلوب، الفلوس اللي هيمول بيها الخطط الاقتصادية اللي عايز يعملها في واشنطن لإرضاء الصوت الانتخابي عنده في الداخل. فدي كلها محددات هترسم الفترة اللي جاية، ولكن خلينا نقول أنه في مجموعة من الملفات الرئيسية على أجندة ترامب خلال الفترة اللي جاية فيما يخص الشرق الأوسط، أبرزها مثلا ملف التطبيع. لكن طب هل ممكن نأتي لملف التطبيع لاحقا ونتحدث عن كما ذكرت حضرتك تداخل المصالح هنا؟ يعني أولا أريد أن أسأل، صفقة القرن التي اقترحها ترامب ونفذ جزءا منها فيما يتعلق بالاتفاقيات الإبراهيمية إلى آخره، هل ما يقوم به نتنياهو ولم يوقفه بايدن هو إتمام لصفقة القرن ويأتي ترامب ليضع عليها فقط يعني الرتوش النهائية؟ يعني ظني واعتقادي انه اللي حصل في الفتره الاخيره لا ما كانش بيسير في اتجاه صفقه القرن، خاصه على الاقل من اداره الديمقراطيين او بايدن او كذا، هم كانوا مع فكره انه اسرائيل تكون يتم اعاده معادله الردع الرئيسيه بعد 7 اكتوبر وما حدث في اسرائيل. الاداره الامريكيه السابقه كانت او يعني اداره بايدن يعني كان يهمها فكره اعاده موازنه الردع وفقط.
التبني الآخر هو تبني ترامب، يعني فكرة صفقة القرن هي صفقة خاصة بترامب، ما أظنش أنه هي تكون، بس هي لها علاقة بغزة وإعادة طبعاً صياغة طبعاً وضعها. ما هو ما يحدث الآن أقرب، يعني حتى لو لم تكن إدارة بايدن تدرك أنها أن ما يجري هو إتمام لصفقة القرن، بس هو حقيقة يصب في اتجاه ذلك. بص يعني اللي شفناه خلال الفترة الأخيرة وتصريحات الإدارة الأمريكية سواء على لسان بايدن نفسه، على لسان وزير الخارجية، على لسان وزير الدفاع أوستن، كان الكلام كله أنه رفض فكرة احتلال قطاع غزة أو إعادة احتلال قطاع غزة. من جانب بلينكن كانوا رافضين ده او التوجهات اللي كان بيعملها نتنياهو، وشفنا التصريحات والتضارب فيما يخص حتى الخلافات الداخليه، يعني تصريحات جالانت ورئيس الاركان الاسرائيلي ومعسكر المعارضه اللي شايفين انه قد لا يكون هناك طائل من البقاء في غزه في الفتره الراهنه، او على الاقل بالشكل الحالي فكره انه وجودها كاحتلال بدون اتفاق كامل او اتفاق اللي نقدر نقول عليه صفقه القرن، فبالتالي هتظل المقاومه موجوده، هتظل الخسائر والنزيف في الجيش الاسرائيلي موجود بدون وجود اتفاق واضح ويقبله حتى الفلسطينيين أو المقاومة وداعميها من الأطراف الخارجية. اسمح لنا نخرج سريعا إلى فاصل قصير ونعود بعده مشاهدينا لنستكمل هذه التغطية. اللهم يعني أهلا بكم من جديد. نستأنف حوارنا مع ضيفنا الأستاذ محمد خيال عن الخاسرين والفائزين بعد يعني فوز ترامب في هذه الانتخابات الرئاسية. حضرتك تحدثت عن الوضع في غزة، كيف يمكن لترامب الذي وعد بأنه ينهي الحروب منها الحرب على غزة مع الوضع في الاعتبار أن نتنياهو هو أحد الفائزين من مجيء ترامب، كيف ستكون هذه المعادلة؟ ترامب بيعتبر نفسه ان هو تاجر شاطر
وطول الوقت بيدير صراعاته وأزمات المناطق المختلفة وفقا للمصالح مصالحه الشخصية في إطار مصالح أمريكا عبر صفقات. البعض بيقول أنه قد يستطيع ترامب أن هو يوفق رؤية يعطي منجزات لنتنياهو، على رأسها طبعا الجائزة الكبرى فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، مقابل أنه ينتزع من ترامب من نتنياهو اتفاق بشكل أو بآخر لدولة فلسطينية، أو على الأقل أفق محدد لشكل إدارة فلسطينية أو دولة فلسطينية، وفي المقابل يقنع الجانب السعودي بهذا، يعني خاصة أنه الجانب السعودي أو المملكة العربية السعودية يعني على لسان قادتها أكثر من مرة أكدوا أنه ما فيش أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل قبل الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية. شكل الدولة الفلسطينية ده يعني نتكلم لكن فيه، لكن من حيث المبدأ أن يتم الإعلان المبدأ يكون هناك، هل ترامب هيكون قادر على انتزاع هذا طيب بس يعني دولة فلسطينية مع الوضع في الاعتبار أن ترامب قال أن إسرائيل دولة صغيرة للغاية ويجب أن تتوسع، التوسع هنا على حساب من؟ خارج حدودها ولا خارج حدود إسرائيل، بمعنى إلى الأراضي الفلسطينية ولا إلى دول مجاورة؟ ما الذي كان يقصده ترامب؟ خلينا لا نسقط برضو وإحنا بنتكلم عن الجانب ده أنه كان في جزء منه خطاب انتخابي للوبي اليهودي والممولين اليهود للحملة الانتخابية، فهم مؤثرين شئنا ما بين، هم مؤثرين في العالم كله مش في الإدارة الأمريكية فقط. فمن الممكن يكون هذا جزء من الخطاب الانتخابي، خاصة أنه في الصفقة اللي كان طرحها خلال ولايته الأولى كان في دولة واضحة مختلفين على شكلها وكل حاجة، بس كان في دولة فيها غزة وفيها أجزاء من الضفة وجزء من القدس مدينة أبو ديس، فكان في دولة، هو كان عنده استعداد. فجزء الخاص بتوسيع حجم الدولة الإسرائيلية أو حجم الكيان يعني ده جزء منه قد يكون خطاب انتخابي أكتر منه يعني كلام واقعي. سؤال آخر في إطار إعطاء جوائز يعني لنتنياهو أو للحكومة الإسرائيلية أيا كان قائدها، ترامب الذي نقل السفارة إلى القدس، هل يمكن أن يعترف بضم الضفة الغربية إلى حدود دولة إسرائيل؟ دعينا برضو نؤسس للكلام. احنا اتكلمنا في البداية انه رجل غير متوقع وتصرفاته حتى توصيفه في كل الاعلام الغربي تحت انه هو غير متوقع، رد افعاله غير متوقع، ولكن هل يعني يجرؤ انه هو يعمل خطوة زي دي؟ ما نقدرش ننفيه، في نفس الوقت ما نقدرش ناكدها لانه الموضوع مرتبط بتقاطعات كثيره ليس واضحا في الإقليم. بعد يعني غير طيب. واضح يعني. طيب يعني نتحول الى الحرب الاخرى التي تخص اسرائيل ايضا، وهي حرب اسرائيل مع لبنان. كيف يمكن ان ينهيها ترامب؟ دي الحرب الاقرب ان هي تنتهي، والاتفاق الاقرب ان هو ينتهي خلال الفترة اللي جاية، خاصة أن نتنياهو نفسه يريد يعني لم يمانع وأبدى إشارات بفكرة القبول بحل لبناني أو يعني بحل منفصل على الساحة اللبنانية. إلى أي مدى هيقبل حزب الله بفصل الجبهتين، فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان؟ وإن كنا ما نقدرش نستبعد التدخل الإيراني في هذا الشأن، إيران الأخرى متوجسة وتعلي سقف، ترفع سقف الصراع يعني بالإعلان على أن هي خدت موافقة من المؤسسات الإيرانية الداخلية لرد على إسرائيل بعد الرد السابق، وده في ظني هو مش هيتم بقدر كبير، كان الهدف منه امتلاك أوراق للتفاوض. فبرضو في معادلة معقدة في الجانب اللبناني، ظني أنه قد يكون هناك صفقات خلال الفترة اللي جاية دخل فيها إيران فيما يخص البرنامج النووي، دخل فيها إسرائيل في الاتفاق الأوسع مع غزة. فاعتقادي أنه قد يكون نتنياهو مقتنع بفكرة أنه الحرب في غزة لم يعد لها أهداف جديدة ولا طائلة منها، وأنه وفي لبنان هي يجهز موجعة. هو في لبنان الموضوع بالنسبة له أكثر خسائر، يعني صحيح. هو أعلن عن اجتياح بري لم يستطيع أن ينفذه. طب هنا لدي سؤال، لأن وطبعا هذا الموضوع يعني مشتبك كثيرا مع الملف الإيراني، لأنه أذرع إيران ما تسميها الولايات المتحدة، صحيح، الميليشيا التابعة لإيران في المنطقة، وكان يبدو أن هناك رغبة في تصفية، يعني هي البعض ينظر لها لأنها مقاومة، البعض الآخر هي مجرد ميليشيا. كيف تتعامل إدارة ترامب مع ذلك، مع الحوثيين على سبيل المثال؟ هناك تحالف شكله
أيضا لحفظ الأمن في الملاحة صحيح. البحر مع الأحمر. الحوثيين هو كان موقفه من الحوثيين كان صارم شوية، يعني هو شايفهم جماعة إرهابية، ويعني جه بايدن بعد كده شالهم من قوائم الجماعات والتنظيمات صحيح الإرهابية، صحيح. فهو كان موقفه منهم، وطبعا هو موقفه ده بيبقى متماهي شوية مع الإدارة السعودية فيما يخص الاتفاقات البينية، سواء على مستوى الاقتصاد سواء على مستوى التفاهمات السياسية. ده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، انه قد يكون هناك تسوية اوسع في الإقليم داخلة فيها المملكة العربية السعودية فيما يخص أزمة اليمن، لأنه السعودية من فترة وهي بتحاول تصفي هذا صحيح. الملف وتنهيه نظرا للخسائر الممتدة صحيح. فيه، مرتبط بلبنان، مرتبط بما يحدث في غزة، مرتبط بما يحدث في البحر الأحمر، جميعها هناك أيضا مترجم. العراق وسوريا. طيب هل يعني تدخل هذه الدول ضمن محور الدول التي فيها أذرع لإيران، هي تسبب يعني قلقلة هذه الأذرع لإسرائيل؟ هو تسبب بالفعل حدث، هو بالفعل حدث، يعني حتى في إدارة بايدن الأخيرة، يعني في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن كان هناك اتصالات من وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية للضغط على السيد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي لمنع خروج هجمات من أو صواريخ من العراق من الأراضي العراقية للاستهداف طيب الإسرائيلي. هذا كان تصرف بايدن، وكانت توصف تصرفات بايدن بأنها يعني ليست قاطعة، مش مباشرة. طيب ترامب هل ستكون له ردود أفعال قاطعة، بمعنى أنه إذا أراد أن يوقف هذا المد الإيراني هل سيوقفه فعلا ولا سيبقى الوضع قليل؟ هو له تجربة سابقة طول أنه هو كان مباشر في هذا في نهاية ولايته، عندما تم اغتيال الرجل الأقوى والقائد العسكري الأقوى في إيران قاسم سليماني، قاسم سليماني وأبو محمد المهندس أبو محمد المهندس في نائب رئيس الحشد الشعبي، الاثنين الأقوياء في المنطقة فيما يخص هذا الملف. صحيح. عمل ده لما كان عايز يضغط على إيران بشكل أو بآخر بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، فوارد جدا طبعا. هو يعني دعينا زي ما قلت في البداية، مش هنقدر نتوقع أبدا تصرفات ترامب خلال الفترة اللي جاية، بس نقدر نقول إنه المحددات اللي موجودة فكرة إن هو عايز يعمل يرجع للاتفاقات الإبراهيمية ويوسعها تاني، باعتبار إن هو ده كان منجز شخصي كبير ليه وبيسوقه على إنه لم يستطع أحد أن يفعله سواه. فإحنا بنتكلم على فكرة الاتفاقات الإبراهيمية وتوسعها، بنتكلم على إنه كمان في جزء إذا كان ترامب كان حد فيه في الولاية الأولى، هو ما بقاش مضطر ليه في الولاية الثانية، لأنه ترامب ما بقاش معني قوي بالصوت الانتخابي لأنه دي الولاية الأخيرة ليه، فبالتالي ممكن ده يغير حساباته. فإحنا يعني ده لسه هيبان من التطبيق العملي على الأرض، هو قد يكون في تصوراته يعني التعامل مع القضايا بشكل هو متصوره، ولكن الإرادة الفعل على الأرض قد يغير أو يهذب أو يقاوم هذا. طيب يعني في خبرتنا في كل الانتخابات الأمريكية، خبرتنا كعرب يعني كل الانتخابات الأمريكية السابقة، وأيا كان من ينجح ديمقراطيين جمهوريين، العرب ينظرون بالكثير من الاهتمام للقادم الجديد للبيت الأبيض. هل هم محقون في ذلك؟ هل يعني يرى الأمريكيون بعين الاعتبار القضايا العربية، أم هو من منظور المصالح الأمريكية فقط؟ الناخب الأمريكي نفسه ما بيبقاش معني قوي بالمحيط أو بما يحدث في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بنفس اهتمامنا احنا بالملف الأمريكي، جزء منه لأن احنا أصبحنا منذ فترة طويلة مفعول به، فبالتالي بننتظر القادم من في يعني ساكن البيت الأبيض الجديد علشان نشوف ردود أفعاله تجاهنا هتبقى شكلها عاملة إزاي. المعهد الملكي البريطاني، معهد الدراسات الملكي البريطاني كان عمل دراسة بعد فوز بعد إعلان النتائج، يعني نقلا عن مسؤول ياباني بيقول إن احنا بنتعامل أو العالم بيتعامل مع الانتخابات الأمريكية كهدية عيد الميلاد، بنفتح الهدية ونعمل نفسنا متفاجئين بيها ونقول إن هو ده اللي احنا كنا عايزينه. فهو بيشايف العالم حتى مش بس العرب. الناخب الأمريكي عنده حسابات تانية كتيرة جدا لا تتجاوز، ربما لا تتجاوز حدوده. الناخب الأمريكي بيتكلم على فكرة سعر الغاز، سعر البنزين، يعني بيتكلم يعني لسه شايف تقرير إنه الناخب
الأمريكي بيحسبها أنه الفرخة المجمدة في عهد بايدن وصلت ل 11، من في عهد ترامب كانت ب 11 دولار، في عهد بايدن بقت ب 20 دولار. بس ما هو ما يتسبب في تغير الأسعار هي هذه التغيرات التي تحدث، يعني بدأت بحرب أوكرانيا وروسيا ثم في المنطقة ما هو سعر شايف البترول وسعر الذهب وسعر الدولار جدا. ما هو شايف أنه الحروب دي، يعني هو ترامب طالع بيقول أنه يعني فكرة لو أنا موجود ما كانش الحروب دي هتحصل، وبالتالي تداعياتها وتأثيراتها على الداخل الأمريكي ما كانتش هتحصل. فهو حسبته في يعني المواطن الأمريكي بيحسبها من هذا الإطار ومن هذه الزاوية. طيب نخرج إلى قضية إيران. هو انسحب ترامب من اتفاقيات كثيرة جدا من بينها 5+1، والبعض رأى أن في ذلك فرصة لإيران لكي تتم برنامجها النووي، ويقال أنها خلال الأربع سنوات الماضية نجحت في أن تصل إلى المراحل الأخيرة إن لم تكن قد صنعت بالفعل. تمام. ما الذي سيفعله ترامب؟ هل يسعى لبرنامج أو اتفاقية جديدة؟ هل يترك إيران هكذا؟ نحن أمام عقوبات على إيران، أمام انفراجة؟ في اعتقادي هو في وقت الحملة الانتخابية قال أنه هو لام بايدن على التصريحات الخاصة بأنه منع أو يمنع إسرائيل من توجيه ضربة للبرنامج النووي، ولكن ظني أنه على أرض الواقع وعمليا سيسعى لإبرام اتفاق مع الجانب الإيراني فيما يخص البرنامج النووي، وفقا لكلامه حتى وفقا لطرحه اللي قاله أنه مش عايز حروب تاني، أو أنه هو عايز قوات أمريكية قوية ولكن دون للردع، يعني دون الدخول في حروب اخرى. فمن هذا المنطلق ومن قرايه تصريحاته ومواقفه بيقول ان هو هيستطيع، يعني هيسعى للوصول الى اتفاق يكون فيه قدر كبير من التنازلات من الجانب الايراني، ويكون فيه قدر كبير من المكتسبات لصالح اسرائيل ولصالح الشركاء الخليجيين او الحلفاء الخليجيين في المنطقه، وطبعا للاداره الامريكيه. ده هيكون عن طريق ضغوط، سواء عن طريق العقوبات ان هو يتوصل لاتفاقات مع اوروبا لتوسيع دائره العقوبات، وعن طريق مزيد من الضغوط الاقتصاديه على ايران خلال الفتره اللي جايه. طيب بالنسبه لروسيا واوكرانيا وتداعيات ذلك على الجانب الاوروبي ايضا، ترامب قال لو كنت موجودا في السلطه لما اندلعت هذه الحرب. هل كان يقصد استفزاز اداره بايدن لروسيا بتسليح اوكرانيا، بوضع السلاح الثقيل على الحدود الى اخره؟ وبالتالي ما الذي بوسعه أن يفعله لينهي هذه الحرب؟ هو أعلن برضو خريطة هو قال إن أنا من أول يوم ليا في البيت الأبيض هوقف الحرب عن طريق شايف هو شايف إنه الحل الأمثل لده إنه هو يوقف المساعدات أو يعني وقود الحرب من الطرفين. هو شايف إنه الروس عندهم استعداد إن هم يوقفوا الحرب بعد النزيف اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت، وفكرة التجيش اللي حصل من أوروبا والإدارة الأمريكية. وفي المقابل هو شايف أن الوقود اللي بيروح لأوكرانيا اللي هو الممثل في التسليح من أوروبا، وطبعا هو النسبة الأقل مقارنة من التمويل الأمريكي والتسليح الأمريكي، هو شايف أنه هيوقف بإيقاف التمويل والتسليح، سيضع الجميع على المحك ويصل لجلوسهم على مائدة المفاوضات. وهنا لا يعني يهمه تماما كيف ينظر الأوروبيون إلى خالص. ده هو حتى من ضمن الأمور الأخرى هو بيفكر في الانسحاب من الناتو. هو شايف أنه أمريكا يعني بتدفع نفقات لحماية آخرين هم المفترض يحموا نفسهم. هو في فترة ولايته السابقة أكبر بعض الدول منها ألمانيا وفرنسا على دفع نفقات أكثر أو مساهمة أكبر في هذه المرة. هو يريد من دول الناتو أن هي ترفع مساهمتها تكلفة الدفاع والأمن فيما يخص، ده شرطه علشان يكمل في الناتو. هل يستجيبون؟ ظني في وجود التركيبة الحالية سواء الصين وروسيا أنه قد يتجهوا لرفع جزئي للنفقات العسكرية في حتى لا يعني ينهار الناتو ولا يجدوا نفسهم في مواجهة مباشرة أو بدون حائط صد مع روسيا والصين. طيب كيف ينظر، يعني كيف نظر في فترته الأولى ترامب إلى روسيا كخطر؟ لأنه الديمقراطيون كانوا ينظرون إلى روسيا وطبعا الصين على أنها خطر كبير جدا. هل هذه النظرة نفسها لدى ترامب؟ في اعتقادي أنه ترامب نفسه شايف يعني شايف أنه الصين وروسيا خطر، بس يمكن السيطرة عليهم من منطلق المصالح الاقتصادية أو خلق مصالح مشتركة مع الطرفين تجعلهم خاضعين لفكرة المساومة أو المفاوضة بمنطق الصفقات التجارية والصفقات الاقتصادية. فالديمقراطيين ربما كانوا
أكثر توجسا أو ما كانش عندهم القدرة في التعامل مع الصين وروسيا بنفس المنطلق. هم كانوا بيتعاملوا بمعايير السياسة أكثر من معايير الاقتصاد. معايير السياسة تجعلهم أكثر خوفا من خطر، خاصة أن هم شايفين الخطر الصيني، أو الولايات المتحدة بشكل عام ومؤسساتها شايفة الخطر الصيني خطر استراتيجي، فيجب التعامل معها على أكثر من مستوى. ترامب شوية واثق من نفسه في قصة أنه يقدر ينجز من عبر الصفقات. طيب، يعني بالحديث عن الداخل الأمريكي هنا في نجاح ترامب، أولا هل ترى أنه كان متوقعا ولماذا؟ ما هي نقاط القوة التي جعلته تفوق على هاريس التي في بداية ترشحها كانت أسهمها أعلى بكثير واستطاعت الرأي تصب في صالحها، مع الوضع في الاعتبار أنها امرأة، أنها ملونة، وكان ذلك مقصودا بأن تكون حالة مثل ما كان أوباما، لكن الوضع أثبت عكس ذلك تماما. في جزء منه، يعني دعنا نقول برضو أنه مهما بلغت الولايات المتحدة من ديمقراطية، أنه المجتمع الأمريكي على مدار جولتين أو ولايتين لم يكن على هواء، أو لم يكن الهواء الأمريكي مع تولي امرأة أو يعني أن تصل امرأة قيادة البيت الأبيض أو للجلوس على العرش الأمريكي. يعني ترى أن ذلك مقصودا، يعني جزء منه ما نقدرش نستبعده، خاصة مع تقراره في مدى زمني قليل. هيلاري كلينتون طبعا، هيلاري ومن بعدها، والاثنين قدام نفس المرشح. فده جزء ما نقدرش نستبعده. الجانب الآخر أنه ترامب كان واضح في الجمهور المستهدف، ترامب كان بيخاطب اليمين الأمريكي بشكل واضح، لم يسعى. هاريس كانت مشتتة، هاريس ظنت أن هي من الممكن أن تستجمع أو تحشد خلفها كل الأقليات والأضداد والمختلفون، أن تمسك العصا من المنتصف، يعني ترازل كل الأطراف. ترامب كان واضح، خاطب جمهور محدد باللغة اللي هو عايزها، فبالتالي قدر يستطيع أن هو خاصة أنه ده هوى العالم حاليا. طيب، لكن هل يمكن القول أن هاريس ورثت ميراث بايدن الثقيل؟ لأنها سئلت في أحد البرامج في فترة الانتخابات، يعني وقال سألوها فيما يختلف توجهك عن بايدن، كيف ستكون رئاستك؟ قالت لهم لن تختلف لأنه أنا كنت أشاركه القرار في كل القرارات التي اتخذها. فهل يمكن أن يكون الناخب حملها نتيجة أخطاء بايدن أو فشلوا في حسم مشكلة؟ هي كانت كثير. ما أقدرش أقول أخطاء بايدن، لأن هي كانت جزء أساسي، هي كانت النائب لبايدن في الإدارة. أقصد نتائج حقبة بايدن، هي نتائج التي لم تشهد انتعاشا، حقبة الديمقراطيين بشكل عام في الفترة دي. فهي بتحاسب كمان على تصرفاتها، هي كانت جزء وترث أساسي في منظومة الإدارة الأمريكية. فإجمالا سياسات خارجية جزء منها، يعني احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت، الخميس اللي فات قبل الانتخابات، على ولاية زي بنسلفانيا وميتشيغان، وهي ولايات كانت ولايات متأرجحة وحسمها بشكل كبير كان يقدر يغير يصب في صالح هاريس. هي خسرت جزء من، في مثلا ميتشيغان على سبيل المثال، كانت خسرتها فيما يخص الأبعاد الخارجية، الكتلة العربية والإسلامية، أو يعني الكتلة من أصول عربية، كان هناك تصويت عقابي ما بين التصويت العقابي اللي ان هم يدوا لترامب رغم انه ترامب لا يختلف عنها كثيرا، والامتناع عن التصويت، وهو بما يصب في صالح ترامب في النهاية. فده فيما يخص التوجه والسياسات الخارجية، واللي هي ما كانتش فيها متسقة مع أفكارها أو طيب. أفكار لأنه أعتذر مقطع، لكن لأنه بعد فترة أوباما التي امتدت لولايتين، قيل أيضا أن فترته كان شابه يعني جمود سياسي، جمود اقتصادي، وتوصف فترة بايدن الذي ذهبت إليه الأصوات أمام ترامب على أساس أنه من عتاولة السياسة والديمقراطيين، لكن برضو كانت هناك حالة من الجمود. هل يعني سيعيد ربما الديمقراطيون تفكيرهم في توجهاتهم سواء الداخلية أو الخارجية، لأنها أثبتت أنها لم تعد تكتذب الجمهور طبعاً مثلا؟ هو الخسائر، يعني هم ما خسروش البيت الأبيض فقط، يعني الخسائر على مستوى الانتخابات الكونجرس ويعني مجلس الشيوخ، طبيعي هيكون هناك مراجعات داخلية كثيرة، مش للمنظومة الأفكار، لأن منظومة الأفكار ثابتة. احنا عندنا حزب ليبرالي وحزب آخر بيعتمد على أو يعني في سياسات يسارية أو اشتراكية نوعا ما، يعني
ربما يعيدوا صياغة التعامل مع الملفات والأزمات الداخلية، يعيدوا صياغة الخطاب الموجه للداخل الأمريكي، يعيدوا صياغة خطابهم فيما يخص مجموعة من القضايا الداخلية على مستوى الهجرة، على مستوى الجانب الاقتصادي، على مستوى البطالة، يعني في مثل هذه الملفات اللي بتمس الناخب الأمريكي أو الصوت الأمريكي اللي بيوضع في الصندوق في النهاية. طيب، يعني من هنا حتى تولي ترامب مهام منصبه في يناير القادم، هل نتوقع أن تبقى الأمور في المنطقة العربية وخارجيا على ما هي عليه، ولا أن تشهد أي تغير؟ ربما يعني الفترة اللي احنا بنتكلم فيها أنه الديمقراطيين أو بايدن يحاول أن يستدرك ما فاته، أو يعني الجزء اللي كان سبب في هز ثقة الناخب الأمريكي أو المواطن الأمريكي في قدرته على إدارة الولايات المتحدة، قد يكون هناك حافز أو يكون هذا حافز حتى لجولات انتخابية سابقة، سواء على الداخل في الولايات في مجلس النواب، فكذا أنه يستطيع إنجاز الاتفاق اللي فشل فيه فيما يخص تحديدا غزة، أو أنه هل يعطيه نتنياهو يعني هو قد يكون عنده آليات، ما هو إما أنه هو يحاول أن يصل لاتفاق يرمم بخسائر الديمقراطيين، أو أنه يكون هناك إجراء عقابي من جانب بايدن باعتبار أنه هذا الشهرين الأخرين، فيكون هناك إجراء عقابي من بايدن تجاه نتنياهو على يعني أن يأخذ أي موقف، يعني إما لا يوافق على ما يقوم به نتنياهو، أو نقدر نقول أنه الديمقراطيين هيحاولوا يرمموا فيهم صورتهم التي اهتزت خلال الفترة الأخيرة. شكرا جزيلا أستاذ محمد خيال، مدير تحرير جريدة الشروق والبحث بالمركز الوطني للدراسات، على وجودك معنا في هذه التغطية. شكرا جزيلا. نشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه التغطية. إلى اللقاء.